التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية. أهلا بحضراتكم. أهلا أهلا وشكرا جزيلا. إلى عناوين هذه الساعة مباشرة: جيش الاحتلال يؤكد مقتل 8 جنود بينهم ضابط في معارك برفح الفلسطينية. حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة بعد أدائهم ركن الحج الأعظم في عرفات. انطلاق أعمال قمة السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا، وزيلينسكي يعلن أنه سيقدم خطة إلى روسيا لإنهاء الحرب. من العناوين إلى التفاصيل، والبداية مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة. أعلن جيش الاحتلال إذن مقتل 8 من عسكريه بينهم ضابط برتبة نقيب في تفجير ناقلة جند في مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، حيث تدور معارك ضارية بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال. وكانت الفصائل الفلسطينية أشارت إلى أن الناقلة كانت تقل جنودا وضباطا من وحدة الهندسة، وتم استهدافها بواسطة قذيفة مضادة للدروع. كما أكدت الفصائل الفلسطينية قنص جندي إسرائيلي في محور نتسريم جنوب غرب مدينة غزة. وبحسب آخر الإحصائيات، أعلن جيش الاحتلال مقتل 650 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر، من بينهم 298 خلال معارك برية في قطاع غزة. أشار جيش الاحتلال كذلك إلى أن عدد العسكريين الذين جرحوا من بين أفراد قواته وصل إلى ما يزيد على 3832 فردا منذ أن شنت إسرائيل عدوانها على القطاع. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل في ذروة حرب صعبة على جبهات عدة وتواجه تحديات كبيرة وفق تعبيره. وأضاف نتنياهو أن الجيش دفع ثمنا باهظا في حرب من أجل استعادة المحتجزين والدفاع عن إسرائيل على حد قوله. طالبت عائلات المحتجزين وجنود القتلى بإنهاء الحرب على قطاع غزة في إطار صفقة تعيد الجميع. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن عائلات المحتجزين والجنود القتلى أكدوا أن استمرار الحرب سيؤدي إلى خسارة في أرواح المحتجزين والجنود على السواء، وأن أبناءهم قتلوا والحكومة الإسرائيلية تخلت عنهم، مشددين في الوقت ذاته على إمكانية إنقاذ باقي المحتجزين من خلال الصفقة. تفاصيل أكثر نتحول بها إلى الزميلة أميمة تمام. أميمة، شكرا لك أحمد، شكرا لك داما.
أهلا بكم. للمزيد تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، إذن اليوم هناك متغيرات جديدة خلاف التظاهرات التي غالبا ما تكون يعني محتدمة في يوم السبت سواء في القدس أو في تل أبيب. هناك عامل أو عنصر جديد أيضا اليوم، وهو مقتل 8 جنود حرقا، مما جعل بعض الأصوات في القنوات الإسرائيلية الآن تنادي بضرورة إنهاء الحرب، وتقول بأن فكرة إنهاء الحرب ليست بالفكرة السيئة. هل هذا هو المزاج العام إذن بين الإسرائيليين؟ بالفعل أميمة، ولربما هذا يترجم في استطلاعات الرأي الأخيرة التي تقول فيها أكثر من 75% بأن إسرائيل خسرت في معركة الإعلام، كذلك خسرت في حربها على قطاع غزة. وهذا ما يبرر هذا الاستطلاع بأن 54% من الإسرائيليين يودون في تأجيل موعد الانتخابات العامة حتى وإن كان هذا أثناء وفي غضون الحرب. هذا يعكس المزاج العام للشارع الإسرائيلي الذي سئم من إمادة هذه الحرب ومن طول فترة القتال، ولا سيما ما ظهر اليوم في تصريحات وبيانات عائلات المحتجزين وعائلات الجنود القتلى الذين قتلوا في حرب غزة الأخيرة، الذين قالوا بأنه يجب على إسرائيل اتخاذ زمام الأمور والمبادرة وأن تقدم مقترح رسمي جديد ردا على قرار حركة حماس، وأن تتم هذه المبادرة للوصول إلى وقف الحرب واستعادة كافة المحتجزين، خاصة أنه في كل يوم يمر على قطاع غزة هنالك قتلى وجرحى في صفوف إما الجنود وإما المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. ولربما اليوم جاء هذا الخبر كالصاعقة على الشارع الإسرائيلي، ورغم محاولة ضبابية التعامل من قبل المستوى الرسمي سواء في وسائل الإعلام الرسمية أو حتى المتحدث باسم جيش الاحتلال، خرجت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية غير الموثوقة التي بدأت بنشر مثل هكذا أخبار التي تعلن فيها عن مقتل 8 من الجنود التابعين للهندسة 601 والذين قتلوا جميعهم في المدرعة نمر، وهي من أقوى المدرعات الموجودة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. تقول هذه البيانات فيما بعد التي تلتها كان هنالك إعلان مقتضب دون خروج كلمة، الآن كان من المتوقع أن تكون كلمة للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لربما بعد دقائق قليلة كما تم الإعلان في بيان صادر عن مكتبه، لربما يوضح ظروف هذه الحادثة. ولكن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد نقلت هذه الظروف وقالت أن كان هنالك نتحدث عن 8 من الجنود وبينهم ضابط وهو أيضا من ضمن القتلى الذين كانوا قد قتلوا بتفجير لهذه المدرعة بعد إطلاق أو ناقلة الجند بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات والدروع. هنالك العديد من السيناريوهات المطروحة حول مقتل 8 من الجنود. أولى هذه السيناريوهات هو أنهم تعرضوا إلى صاروخ مضاد للدروع، وهذا ما قالته كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية في بياناتها حتى قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية. ولكن الطرح الآخر أو السيناريو الآخر إسرائيليا يقال أنه التنظيم أو التكتيك الهندسي لهذه ناقلة الجنود يتم فيها وضع في القسم الخارجي مجموعة من المتفجرات والألغام، لربما انفجرت هذه الألغام وهذه المتفجرات التي في حوزة هذه ناقلة الجنود. أما السيناريو الثالث هو أن هذه ناقلة الجنود كانت قد مرت على أحد الألغام الموجودة في المناطق التي كانت تتواجد فيها، ولكن ربما هذا السيناريو مبعد أو مستبعد، خاصة أن 4 ناقلات جند كانوا قد مروا قبل هذه الناقلة الجند الأخيرة. ولربما هذا يؤكد الرواية الفلسطينية هي أنهم تعرضوا إلى كمين من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية احترقت لعدة دقائق حسب هيئة البث الرسمية، ولكن حتى الوصول إليها للتأكد من سلامة أو سحب جثث القتلى احتاج إلى 2 ساعة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من وجود ألوية وقوات تعمل في المكان. دعينا نوضح أن هذه المنطقة كما يقال إسرائيليا بأنها كانت شمال رفح وفي بعض الأحيان يقولون الغرب، ولكنها كانت تعمل ضمن عدة ألوية، لواء الناحة، لواء جولاني، وأيضا لواء 401، وكلهم يتبعون إلى العديد من الفرق العاملة هناك. لربما هذا أيضا الخبر كان له تداعيات على الشارع الإسرائيلي من خلال التظاهرات الحاشدة التي بدأت منذ أقل من ساعة في تل أبيب تحديدا قبالة وزارة الأمن الإسرائيلية. أميم، نعم دانا، يعني في ظل التداعيات التي تتحدثين عنها في الشارع الإسرائيلي نتيجة لهذه العملية أو هذا الحادث في غزة والذي راح ضحيته
8 من القتلى من جيش الاحتلال، سواء كان بخطأ من عندهم هم يعني في تفجرت الدبابة كما تقولين، أم هي عملية من قبل الفصائل الفلسطينية. هذا الأمر هل غير قليلا من فكرة اتجاه الحرب إلى الشمال فيما يتعلق بالجنوب اللبناني وتوسيع رقعة الحرب، وخاصة بأن حزب الله مما هو معروف بأنه أكثر تفوقا من حماس أو من فصائل المقاومة، سواء عسكريا أو من حيث لوجستيا أو تدريبيا وما إلى ذلك؟ نعم، دعينا نقول أن الكلمة التي كنت أشير إليها كانت قد بدأت للتو، المتحدث باسم جيش الاحتلال يخرج في هذه الإحاطة الإعلامية والذي يتحدث كما ألاحظ عن أن عمليات تحرير كل المحتجزين غير ممكنة أن تكون كما في الطرق أو في الضغط العسكري الذي مورس في الأيام القليلة الماضية والتي أسفرت عنها الإفراج عن 4 من المحتجزين، وخاصة لربما هذا يدلل على أن هذه ليست الطريقة الناجعة، وهذا ما يؤكد الشارع الإسرائيلي بأن الحل الأنجح يتمثل في صفقة تبادل. لربما ما تحدثت فيه وهو الجبهة الأخرى مرتبطة إسرائيليا بأن التصعيد في غزة يرتبط في تصعيد في الشمال عند الحدود الشمالية، أما الهدوء والذهاب إلى صفقة قد يرتبط في تهدئة الأوضاع هناك، ولا سيما كانت القناة 13 قبل قليل قالت بأنه يمكن التوصل إلى مفاوضات أو إمادة هذه المفاوضات لتهدئة الأوضاع وعدم الغليان في الحدود الشمالية بين جنوب لبنان وبين إسرائيل إذا ما كان هنالك عدة أسابيع تطرح فيها هذه المفاوضات، وهنالك ربط ما بين تأجيل هذا التصعيد في الحدود الشمالية بعد كلمة بنيامين نتنياهو في الكونغرس أمام مجلسي النواب والشيوخ، وأيضا ستتم اتخاذ القرار للتصعيد من عدمه في الحدود الشمالية أيضا بعد زيارة غانتس، وهذه الزيارة الثانية للبيت الأبيض في ظل هذه الحرب. لذلك لربما لم يتخذ ولم يحسم موضوع الحدود الشمالية هناك، عادة ما تكون هنالك مشاورات أمنية، وكل جلسات كابينيت الحرب التي تعقد في هذه الأيام تكون لبحث التداعيات هناك، وإذا ما كانت إسرائيل ستذهب إلى تصعيد وأن تبقي قطاع غزة هو الجبهة الثانوية وتحول جبهة لبنان إلى جبهة رئيسية، وخاصة هذا يرتبط أيضا بما أعلن عنه جيش الاحتلال بأن العملية العسكرية في رفح ستنتهي بعد أسبوعين، وهذا ما تتطلب وجود قوات إضافية للعمل في الحدود الشمالية. مفهوم، شكرا جزيلا لك، كنت معي من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. والآن مشاهدينا هذه عودة إلى زملاء أحمد أبو زيد ودامة كردي لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة، إليكما. شكرا أميمة. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أن تلك المجازر راح ضحيتها ما يزيد على 30 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية، إضافة إلى إصابة 95 آخرين. يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 37,296 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 85,000. كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أن جيش الاحتلال ارتكب جرائم إبادة جماعية في القطاع خلفت 15,000 طفل شهيد. وفي بيان لها أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الواقع الإنساني في شمال غزة يشهد مجاعة وإبادة جماعية لافتة، إلى أن نحو 10,000 مصاب حالتهم حرجة يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع، إضافة إلى 60,000 سيدة حامل في القطاع معرضات لخطر الإجهاض ويعانين سوء التغذية. قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن أكثر من 50,000 طفل في قطاع غزة يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد. أوضحت الوكالة أن سكان القطاع يواجهون مستويات استثنائية من الجوع في ظل استمرار القيود على المساعدات تجاه غزة، وأشارت أونروا إلى أن فرقها لا تزال تعمل للوصول إلى العائلات بالمساعدات الضرورية لإغاثتهم، إلا أنها وصفت الأوضاع في القطاع بالكارثية.
يأتي هذا فيما يخوض سكان قطاع غزة رحلات يومية بحثا عن الأمان المفقود في جميع أرجاء القطاع، ويدفع أكثر من 2 مليوني فلسطيني ثمنا إنسانيا باهظا تحت وطأة النزوح المستمر. ببطون خاوية وجفون لا تعرف النوم، لا يزال الفلسطينيون في المناطق الجنوبية من قطاع غزة يتنقلون من مكان إلى آخر بحثا عن مأوى آمن من العدوان الإسرائيلي. فمع استمرار جيش الاحتلال في عملياته في رفح الفلسطينية، اضطر النازحون إلى النزوح مرة أخرى. من عيلتك كلها مثلا؟ احنا رحلت الحين 6 مرات 7 مرات، ما فيش منطقة آمنة. أنا مش شايف منطقة آمنة. أنا الليلة ما نمناش من القصف والطخ الطيراني والقذائف اللي برموها، وزي ما انت شايف يعني بنرحل من منطقة مش شايفين حاجة آمنة، بيقولوا لنا مناطق آمنة، ما فيش حاجة آمنة، بيقولوا مناطق آمنة. توجه الفارون من رفح الفلسطينية إلى خان يونس ومناطق وسط غزة أملا في العثور على مكان آمن، لكن الواقع الأليم لا يمنحهم أي بصيص من ذلك الأمل المعدوم. في أي منطقة ما فيش أمان، طب إيش نسوي؟ وين نروح يعني؟ وانت شايف يعني بالليل صار ضرب قوي جدا بدون تحذير بدون اشي. طب ايش بدنا نعمل يعني؟ ايش نسوي؟ هينا الحين بنرحل، وين بدنا نطلع؟ مش عارفين وين بدنا نروح. على مناطق امنه؟ فيش مناطق امنه بالنسبه لقطاع غزه كله، ما فيش لا مناطق امنه بالمره. لا مكان امنا في غزه، عباره لعلها الاكثر ترديدا على مدار اكثر من 8 أشهر مضت منذ 7 أكتوبر الماضي، ويدفع ثمنها أكثر من 1 مليون شخص فروا من العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وانتشروا في جنوب ووسط غزة في مخيمات جديدة أو احتشدوا في المدارس والمنازل، حيث يطالهم القصف الإسرائيلي ولو كانوا في مناطق حددتها سلطات الاحتلال كذبا على اعتبارها آمنة. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء تواصل الحرب الإسرائيلية على غزة والتي تجاوزت شهرها 8. الأطفال في القطاع المدمر باتوا يواجهون خطر الموت جوعا جراء عرقلة إسرائيل العمدية إدخال المساعدات إلى داخل القطاع. مع استمرار معاناة ضحايا قطاع غزة نتيجة ارتفاع زمجرة الآليات العسكرية وأزيز الطائرات الحربية، بح صوت مسؤول المؤسسات الدولية والمحلية في غزة تعبيرا عن المآسي التي يعيشها أهالي القطاع. فمنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة لا تزال تحذيراتها مستمرة حول وقوع 90% من أطفال قطاع غزة تحت طائلة سوء التغذية، فضلا عن قضائهم 8 ساعات يوميا في الحصول على المياه والغذاء، إلى أن وصلت اليونيسيف بمخاوفها على جيل كامل من انتهاكات نفسية وجسدية أفقدتهم طفولتهم البريئة وقبلها الأب والأم والعائلة والتعليم. منظمة أونروا التابعة للأمم المتحدة هي الأخرى لا تجد نهاية لطريق نقص المساعدات الإنسانية والمستلزمات الرئيسية عن أهالي القطاع والمحاولات الدائمة لجيش الاحتلال في وضع عراقيل أمام مرور هذه المساعدات عبر المعابر البرية، ما دفع لإيجاد بدائل كإلقائها بالمظلات أو إنشاء رصيف بحري يعاني الغرق. وعلى الأرض جفت منابع جميع السلطات المحلية في القطاع بعد أن تعمد الاحتلال تدمير ممتلكاتها وبنيتها التحتية، ويعيش نقصا عاما في الخدمات بأنواعها كافة. فأصبح حديث قوات الدفاع المدني بغزة يدور حول رأس مال القطاع الحقيقي والمتمثل حاليا في أيادي الناجين، سواء لرفع الأنقاض أم دفن الشهداء. قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت إن الوزير سيزور الولايات المتحدة الشهر الجاري، وذلك للمرة الثانية منذ أن شنت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة. وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن زيارة جالانت تهدف إلى عقد مناقشات إضافية بشأن التطورات الأمنية في الشرق الأوسط.
استشهد طفل وأصيب اثنان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وأعلنت وزارة الصحة في بيان مقتضب عن استشهاد الطفل البالغ من العمر 16 عاما جراء إصابته برصاص الاحتلال في بيت فوريك. وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت أن طواقمها في نابلس تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي في بيت فوريك، إحداها كانت في الصدر، وقد وصفت هذه الإصابة بالخطيرة للغاية، فيما أصيب مواطن يبلغ من العمر 45 عاما بالرصاص الحي، فضلا عن الطفل البالغ من العمر 16 عاما الذي أصيب برصاصة هو الآخر، وجرى نقلهما إلى المستشفى. القطاع الطبي بالضفة الغربية يعاني من هجمات الاحتلال. تحذير جديد أطلقته منظمة الصحة العالمية يعكس تدهور الأوضاع الصحية جراء القيود الصارمة التي يفرضها الاحتلال على المرافق الطبية في الضفة الغربية المحتلة. المنظمة الأممية دقت ناقوس الخطر مؤكدة تسجيلها 480 هجوما على المرافق الصحية ومركبات الإسعاف في الضفة، أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 95 آخرين منذ 7 أكتوبر الماضي، مطالبة بضرورة توفير الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة المحتلة. وبحسب السلطات الفلسطينية فإن مؤسسات الرعاية الصحية بالضفة الغربية المحتلة لا يمكنها العمل إلا بنسبة 70% من طاقتها بسبب الأزمة المالية الناجمة عن احتجاز حكومة الاحتلال أكثر من 6 مليارات شيكل من أموال المقاصة، وكذلك نفاذ 45 من الأدوية الأساسية. الاقتحامات والهجمات اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال على مدن وقرى الضفة الغربية لم يسلم منها القطاع الطبي رغم كافة المناشدات الدولية بحماية المدنيين والمؤسسات الصحية التي من المفترض أن تحظى بحماية دولية. في الجبهة الشمالية أعلن حزب الله استهداف قاعدة خربة ماعر بالمسيرات ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الاحتلال وفق ما أعلن الحزب. كان الحزب قد أعلن كذلك استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة، وأشار إلى إصابة وتدمير جزء من تجهيزات ورادارات ذلك الموقع. ذكر حزب الله كذلك أنه استهدف تمركزا لجنود الاحتلال في موقع يارون بصاروخ موجه، وأنه جرى إسقاط عدد من القتلى والمصابين في صفوف قوات الاحتلال. كان حزب الله قد أشار في وقت سابق إلى تنفيذ 18 عملية ضد أهداف لجيش الاحتلال عند الحدود الجنوبية اللبنانية الشمالية مع إسرائيل خلال الساعات 24 الماضية. ونتحول مع حضراتكم إلى تطورات الأوضاع في البحر الأحمر. أشار موقع أكسيوس نقلا عن تقرير استخباراتي أمريكي إلى انخفاض معدل شحن الحاويات عبر البحر الأحمر بنسبة قدرت بنحو 90% منذ منتصف شهر فبراير الماضي، وأشار إلى أن مصالح أكثر من 65 دولة تضررت بينما غيرت 29 شركة كبرى مسار سفنها. وأضاف أكسيوس أن البحرية الأمريكية أنفقت حتى الآن مليار دولار للتصدي لصواريخ ومسيرات الحوثيين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها فشلوا في التصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حريقا شب في سفينة تجارية قام طاقمها
بإخلائها بعد أن بدأت تغرق. يأتي ذلك في إشارة لواقعة وقعت على بعد 98 ميلا بحريا شرقي عدن جنوبي اليمن في 13 من هذا الشهر. ذكر قادة في البحرية الأمريكية أن الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الحوثيين باتت الأكثر كثافة منذ الحرب العالمية الثانية. كذلك وفقا لتقرير وكالة أسوشيتد بريس نقلت فيه تقييما لقادة في البحرية الأمريكية بعد أشهر من المواجهات. لعقود من الزمن استعدت البحرية الأمريكية لمواجهة روسيا ثم روسيا والصين لاحقا للسيطرة على الممرات المائية في العالم، ولكن بدلا من أن تواجه قوة عالمية وجدت نفسها عالقة في قتال شبه يومي مع الحوثيين في اليمن. الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الحوثيين تحولت إلى المعركة البحرية الأكثر كثافة التي واجهتها البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن قادة وخبراء الحملة في سياق تقرير أجرته على متن السفينة USS لابون الحربية الأمريكية في البحر الأحمر. وأشار قادة الحملة وفق التقرير إلى أن ترسانة الحوثيين تطورت من مجرد بنادق وشاحنات صغيرة إلى مصدر لا ينضب من الطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة المتطورة الأخرى، حتى إنهم تمكنوا من استهداف أكثر من 50 سفينة منذ نوفمبر الماضي، ما أدى إلى انخفاض حجم الشحن في ممر البحر الأحمر الحيوي الذي يؤدي إلى قناة السويس والبحر الأبيض المتوسط. ويحذر التقرير على لسان غواص سابق في البحرية الأمريكية من أن الحوثيين على وشك شن هجمات من أنواع لا تستطيع الولايات المتحدة إيقافها كل مرة، وأنه دون ردع الحوثيين سوف يصبحون قوة أكثر قدرة وكفاءة وخبرة. تزامن هذا التقرير مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر في إشارة إلى توسيع الحوثيين قائمة الأهداف ومجالها. الآن لمتابعة موسم حج هذا العام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يواصل ضيوف الرحمن نفرتهم إلى مشعر مزدلفة الذي يقع بين مشعري منى وعرفات. تأتي النفرة إلى مزدلفة بعد أن أدى حجاج بيت الله الحرام الركن الأعظم بالوقوف بعرفة، ويؤدي الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ويبيتون فيها تأسيا بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة، إذ يجمعون منها الحصى لرمي الجمرات عند مشعر منى. وتعد النفرة إلى مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسكهم. ويعود سبب تسميتها إلى أحد أمرين: الأول لأن الناس يزدلفون منها بمعنى يقتربون من الحرم، والثاني لأن الناس يقضون فيها زلفا من الليل.
شهدت الأسواق العراقية حالة من الركود خلال موسم عيد الأضحى في ظل تفاقم الأسعار وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق. يأتي هذا فيما كثفت الجهات الأمنية انتشارها لتأمين المدن والطرق الرئيسية خلال أيام العيد. هبة التميمي مراسلتنا من بغداد تابعت الواقع الذي يعيشه العراقيون وأعدت هذا التقرير. يكاد لا يمر عيد في العراق دون توتر أمني. هذه المرة التجديدات الأمنية استبقت عيد الأضحى المبارك، أحداث أمنية تغلي مع ارتفاع درجات الحرارة، وانعكاسات ذلك كانت مباشرة على حركة السوق الذي شهد قفزة في الأسعار والتبضع لا يرتقي إلى حجم المناسبة. والله الحركة مو مثل السنين المضت، يعني من كورونا لحد الآن ماكو، يعني شبه متوقف. قلت لك ارتفاع الاسعار، الدولار صعد، التبضع هنا على مدى ايام العيد الاضحى المبارك، الاضاحي غاليه، انتشار امني موجود زين، والعالم تطلع تتبضع، من يطلعون يتبضعون بصايه الجو، الجو حار زين، درجه حار 50 توصل. الاسعار تاثر على الناس، يعني ترى شو اسمه الحراره خب هاي اللي تحكين بيها، الازدحامات، يعني واحد يفضل انه يقعد ببيت احسن ما يطلع بالازدحامات وش اسمه، هذا كلها هذه تؤثر. ثانيا العالم نفسيتهم تعبانه، واكو ناس يعني هم انقطع اثر زاخهم، اصحاب البصيات، الفقراء، بعد ما يخلوهم يبسطون على الشارع والهاي، فصارت الحركه يعني هم قلت يعني بهذه الايام. اما عن اضاحي العيد فإنها ستكون هذا العام مختلفة أيضا، دعوات لجمع المال والتبرع بها لأهالي غزة عن طريق لجان مختصة استحدثت مؤخرا. أفتى العلماء وأفتت المؤسسات الشرعية بجواز تخصيص الأضاحي لهذا العام إلى أهلنا وإخواننا في غزة، كون الكرب الذي تمر فيه غزة كرب عظيم والشدة فيها عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم. هناك من المنظمات الموثوقة في بلادنا قامت بحملات لجمع هذه الأضاحي، أرجو من كل المواطنين التعاون معها، وهذا أقل الواجب الذي نقدمه لأهلنا في غزة. ليس ارتفاع الأسعار وحده ما تسبب في ضعف الحركة التجارية قبل عيد الأضحى المبارك، وإنما ارتفاع درجات الحرارة وحرب غزة الدامية ساهم في عزوف الناس عن الاحتفال. تخطت نصف درجة الغليان وأجبرت المواطنين على التزام منازلهم. هذا السوق الذي كان يشهد زخما متواصلا ولاسيما في الأيام الأعياد الآن هو شبه خالي من المواطنين والمتبضعين، والتجار تتكدس بضائعهم دون تصريف. من بغداد هبة التميمي، هنا القاهرة عاصمة الخبر. والآن نتحول إلى تطورات العمليات الروسية الأوكرانية. Ukraine's future is in NATO. Counting on us. Защитим и наш народ. Слава Украине. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يأمل في التوصل إلى سلام عادل بأسرع وقت ممكن، مضيفا أن كل ما سيتم الاتفاق عليه سيكون جزءا من عملية إعادة السلام التي قال إن أوكرانيا تحتاجها. وأضاف في افتتاح أول قمة للسلام في أوكرانيا التي تستضيفها سويسرا أنه سيقدم اقتراحات سلام إلى روسيا حال موافقة المجتمع الدولي عليها. مهمتنا واضحة، رسالتنا واضحة، لا أحد له الحق في شن حرب على جاره وتقويض أحد أهم الحقوق المنصوص عليها في شريعة الأمم المتحدة وهي وحدة الأراضي. لا أحد له الحق في تهديد العالم باستخدام السلاح النووي، لا أحد له الحق في تقويض الأمن الغذائي أو أي أمن في العالم،
ولا أحد له الحق في اختطاف أطفال أمة أخرى، لا أحد له الحق في تقويض السلام. نحن قادرون على ضمان فاعلية وكفاءة هذه القيم، فهذه القيم مهمة عالميا. وأنا ممتن لكم أيتها السيدات أيها السادة ممثلي الدول والمنظمات الدولية، ممتن لكم لإثبات بأن العالم لا يمكن أن يتحول إلى عالم لا تحكمه القوانين. هذا العالم الذي تريد روسيا تجلبه علينا لمدننا ولقرانا، وحيث الكثير من المدن والقرى دمرت للأسف بشكل كامل من قبل روسيا بصواريخها وقنابلها. قالت كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي إن روسيا ستدفع ثمن حربها على أوكرانيا وستعمل الولايات المتحدة على ذلك بشكل جدي، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي بوتين وضع مقترحا يطالب أوكرانيا بالاستسلام. أضافت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس خلال كلمتها في قمة السلام في سويسرا بشأن أوكرانيا لقد تأكيد التزام واشنطن على دعم أوكرانيا وإدانة الحرب الروسية، مشيرة إلى أن الحرب الروسية هي هجوم على القوانين والأعراف الدولية وفق تعبيرها. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وستظل داعمة لقيم الأمم المتحدة أن يكون للناس الحق في اختيار حكمهم وحكومتهم. الأمم لها الحق في اختيار تحالفاتها، ولا يمكن أن نحرم الآخرين من سيادة القانون. سيادة القانون يجب أن تتحقق، سيادة الدول، كل الدول يجب أن تحترم، ووحدة أراضيها يجب أن تحترم، والحدود الوطنية لا يجب أن تغير بالقوة. بعد نحو عامين ونصف أنا معكم لأجدد تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية بهذه القيم، وكذلك التزامنا بشكل لا يتزعزع لدعم الشعب الأوكراني وإدانة الغزو الهمجي لروسيا. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين خلال قمة سويسرا للسلام في أوكرانيا إن هناك سعياً لعملية سلام تعيد لأوكرانيا سلامتها ووحدة أراضيها، وأكدت أن أوكرانيا تقاتل من أجل حريتها والعيش بدون خوف. الأوكرانيون يريدون أن تتوقف الصواريخ من استهداف مدنهم، يريدون أن يعيشوا دون خوف، يريدون أن يكون أطفالهم آمنين، لا يريدون أن يظلوا قلقين بشأن سفارات الإنذار التي تدوي. بطبيعة الحال هذا حق كل الدول وكل الشعوب، ولذلك نحن هنا اليوم. نحن هنا من أجل المساعدة على وضع حد لهذه الحرب غير العادلة والحرب الهمجية، هذه الحرب التي شتتت الملايين، هذه الحرب التي قامت بها روسيا وقعت لها ارتدادات في كل دول العالم. أسعار النفط زادت وأسعار المواد الغذائية، ولذلك أصبح لزاما على المجتمع الدولي أن يتساءل هل يمكن أن نقبل أن دولة كبيرة باستهداف دولة جارة صغيرة؟ والجواب بطبيعة الحال هو لا، هذا منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك نحن نقول إنه من الضروري أن نعزز ونجدد التأكيد على احترام هذا الميثاق. انطلقت أعمال قمة السلام بشأن أوكرانيا بمشاركة دولية واسعة ومقاطعة روسيا والصين في سويسرا. قالت رئيسة سويسرا سيمونيتا سوماروجا خلال كلمتها إن هناك هدفا وهو تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، وأن ذلك بات ممكنا إذا ما جرى اقتراب لفهم مشترك لوضع حد للحرب في أوكرانيا. على أمل الوصول إلى تحقيق سلام ينهي الأزمة الروسية الأوكرانية وحربها الدائرة منذ 27 شهرا، يترقب العالم نتائج قمة السلام في أوكرانيا التي تستضيفها سويسرا، ويشارك فيها لفيف من الرؤساء والحكومات والوفود رفيعة المستوى بدعم وحضور من المنظمات الدولية الكبرى الراصدة لتطورات الأزمة. ومع تخطي تبعات حرب روسيا وأوكرانيا منذ اندلاعها حدود الدولتين، يزداد التعلق بنجاح القمة في إنشاء طريق مشترك
ممزوج بالتفاهم وقابلية التناول بين طرفي الأزمة لتحقيق السلام في أوكرانيا، فضلاً عن تجديد دماء حشد دعم دولي لتفعيل رؤية كييف لتحقيق السلام، والتي كشف عن نقاطها العشر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نوفمبر 2022. إلا أن قمة سويسرا الخاصة بالسلام في أوكرانيا تكتفي مؤقتاً بثلاث نقاط من طرح زيلينسكي، مرتبطة بالأمن النووي والأمن الغذائي وضمان حرية الملاحة التي أعاقت حركة التجارة العالمية، مع مناقشة القضايا الإنسانية الملحة التي لا يختلف عليها الجانبان الأوكراني والروسي، في سعي دولي متواصل لإيجاد نقطة انطلاق لمفاوضات مرتقبة قادمة تحت رعاية وميثاق الأمم المتحدة. الوصول إلى إعلان نهائي لقمة سويسرا واضح المعالم وقابل للتنفيذ، تحول هو الآخر لهدف من أهداف القمة، خاصة وأن القمة هي استكمال لما وصل إليه الآخرون خلال سلسلة الاجتماعات والمناقشات والمؤتمرات التي تمحورت حول الأزمة الأوكرانية في العامين الماضيين، لكن الانتهاء من قمة سويسرا بوصول المشاركين فيها إلى صيغة أولية لتحقيق السلام يبقى غائباً مع غياب أحد طرفي الأزمة روسيا، التي تتحدث عن رؤية خاصة بها أيضاً لتحقيق السلام. وهذه نافذة تحليلية جديدة مع أميمة تمام. إليك أميمة. شكرا لك داما. شكرا لك أحمد. تنضم إلي من جنيف دينا أبي صعب الكاتبة الصحفية المعتمدة في الأمم المتحدة. مرحبا بك سيدة دينا. إذن الآن نحن أمام قمة للسلام في أوكرانيا في سويسرا، ونحن أمام أيضا خطاب كان يتضمن اليوم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حديث عن رغبته في إقامة سلام مع روسيا وأن يكون هناك عملية سلام. حقيقة هذا الحديث يعد جديد من نوعه وربما نقلة نوعية سوف تحدثيننا عنها الآن، لأن الحديث كان عن الحرب فقط في الفترة السابقة وهناك عمليات تسليح مستمرة كانت لأوكرانيا. بالفعل كذلك، هي نقلة في الخطابات، ولكن بالمضمون نعلم أن الحاضرين هنا في بيركنشتاك السويسرية، وأنا على مقربة من هذه المدينة الآن حيث نتابع هذه القمة، الحاضرون أكثر من 90 دولة يشتملون على مجموعة كبيرة من الصقور المعادين لروسيا خلال أو أظهروا عداء واضحا لروسيا خلال حربها على أوكرانيا، وكانوا جزءا من عمليات التمويل وعمليات التسليح المستمرة حتى الآن في مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا. بطبيعة الحال ما يطلبه زيلينسكي يستند أيضا إلى مسعى سويسري، مسعى تحقيق منصة قائمة وتمهيد لمجموعة من المؤتمرات تسعى لوضع قاعدة لتحقيق السلام في أوكرانيا. المسألة ليست سهلة على الإطلاق، خصوصا مع غياب الجانب الأهم في عمليات تنفيذ أي اتفاق قد يتم التوصل إليه وهو الجانب الروسي. تقول سويسرا في الدعوات التحضيرية لهذه القمة أن هذه المرحلة، في هذه المرحلة على الأقل، لن تكون سويسرا مدعوة، بمعنى أنها في المرات المقبلة فيما لو عقدت حلقات إضافية من هذا المؤتمر ستكون سويسرا، ستكون روسيا من بين المدعوين، طبعا فيما لو وافق الرئيس الروسي على الخوض في هذا النوع من المؤتمرات. نعلم مسبقا أو حسب التصريحات الروسية أن هناك رفض لمبدأ أولا اعتبار سويسرا جانبا محايدا. سويسرا بالنسبة لروسيا هي ليست دولة محايدة، باعتبار أنها تبنت العقوبات الأوروبية كاملة منذ إعلانها في الاتحاد الأوروبي، وحتى اليوم ما زالت تواصل فرض هذه العقوبات على الجانب الروسي. بالتالي هي فقدت مفهوم الحياد بالنسبة لروسيا، وهذا يعني هذا مطب أساسي أمام روسيا. سيدة دينا، في هذه الحالة ألا يتطلب هذا المؤتمر قبل أن ينعقد حتى لا يكون كالعزف في المنفرد من قبل سويسرا والدول الأخرى الداعمة لأوكرانيا التي تنادي بعقد عملية سلام مع روسيا،
ألا يعد من الأقدر في البداية القيام ببعض الإجراءات التي من شأنها تخفيف حدة التوتر بين كل من روسيا وأوكرانيا، وأيضا التوقف عن تسليح أوكرانيا حتى يكون هناك رغبة حقيقية في إقامة هذا السلام، وبالتالي من الممكن أن تكون روسيا منخرطة في هذه العملية ومشاركة فيها؟ يعني نعلم أن هذه القمة تأتي بعد قمة السبع التي عقدت في إيطاليا وانتهت قبل أيام. هناك تم وضع تعهدات جديدة لمدة 10 سنوات من قبل الدول الكبرى لأوكرانيا بمنح أولا تعزيز الجيش الأوكراني والتعاون في مجالات التدريب العسكري والعمل على تقوية صناعة الأسلحة المحلية الأوكرانية، وطبعا هذا الأمر يعتمد بشكل أساسي على الفوائد التي تصدر عن الأموال الروسية المحتجزة. بالتالي هذا أداء عدائي قامت به هذه الدول بالنسبة لروسيا قبل أيام، حاليا هذه الدول نفسها بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الدول التي أبقت على علاقة ممتازة مع روسيا خلال الفترة الماضية، من بينها دول عربية أو إفريقية أو من أمريكا الجنوبية مثلا. هذه الدول حضرت بتمثيل قد لا يصل إلى مستوى الرئاسة ولكنها على مستوى وزراء خارجية وممثلين رفيع المستوى. إذن هذه المنصة التي تحاول سويسرا إطلاقها، هناك أيضا من بعض الاقتراحات التي سمعنا بها اليوم، مثلا مقترح نقل عن لسان الوفد السعودي أن السعودية قد تكون إحدى المنصات أو إحدى المحطات الأساسية لعقد مؤتمر قد يقترب أكثر من الحياد بالنسبة لروسيا. طبعا قد توافق روسيا في فترة ما بالمشاركة بمؤتمرات في مناطق أخرى. يعني إذا هناك بعض الدول التي من الممكن أن تقوم بدور الوساطة، منها السعودية، وبالتالي توجد دول أيضا أوروبية أو غربية من الممكن أو من المرجح أن تقوم بهذا الدور، دور الوساطة. بالنسبة للاتحاد الروسي، الاتحاد الأوروبي مارس دورا شديد العداء، وكانت أوكرانيا هي الوسيط في هذه الحرب، لكن القائم الفعلي على الحرب والممول والداعم هو الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول القليلة. مفهوم. عمليا روسيا تواجه هذه المجموعة الكبرى من الدول من خلال معاركها على الأرض. هل ستكون أوروبا بديلا لسويسرا؟ لا يستبعد ذلك تماما، خصوصا أن الاتحاد الأوروبي ككل أخذ عقوبات باسم الاتحاد الأوروبي وتشمل كل الدول الأوروبية. حاليا ما طرح اليوم في هذا الاجتماع وما سيطرح غدا أيضا، هناك مجموعة أساسية من العناوين، من بينها مسألة النووي مثلا، الخطر النووي على أوروبا، مسألة إعادة تنشيط إيصال الحبوب وإمدادات كافة الصادرات الأوكرانية إلى أوروبا ومن ضمنها النفط أيضا، مسألة الأمن المحلي لأوكرانيا وإعادة إذن طرحت بعض الموضوعات، كل هذه الملفات، هذه الملفات على هامش هذا المؤتمر أو هذه القمة للسلام. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من جنيف السيدة دينا أبي صعب الكاتبة الصحفية المعتمدة في الأمم المتحدة، شكرا لك. وهذه عودة مشاهدينا إلى الزملاء أحمد أبو زيد ودام الكردي لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة، إليكما. شكرا جزيلا. قال الكرملين إن رد فعل الغرب على مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن هيكل أمني جديد ومحادثات سلام مع أوكرانيا كان غير بناء، وكان بوتين قد طرح يوم الجمعة شروط روسيا المسبقة لبدء محادثات السلام مع أوكرانيا، حيث قال إن روسيا لن تنهي الحرب إلا إذا وافقت كييف على التخلي عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتسليم 4 أقاليم تطالب بها موسكو، وهما مطلبان رفضتهما كييف سريعا واعتبرتهما بمثابة استسلام. وصلنا مع حضراتكم إذن إلى ختام جولة أنباء التاسعة، هذا تذكير بأبرز العناوين. جيش الاحتلال يؤكد مقتل 8 جنود بينهم ضابط في معارك برفح الفلسطينية. حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة بعد أدائهم ركن الحج الأعظم بالوقوف على عرفات.
انطلاق أعمال قمة السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا، وزيلينسكي يعلن أنه سيقدم خطة لإنهاء الحرب إلى روسيا. كالمعتاد بإمكانكم متابعة مزيد من الأخبار والتقارير من خلال موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا والتعرف على جديد الأخبار أولا بأول من خلال حساباتنا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستغرام وإكس. شكرا جزيلا لك. شكرا أحمد، شكرا متابعة حضراتكم، إلى اللقاء. We'll be right back.